إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن المشكلات الصحية في وقت الشيخوخة. طبعا المشكلات الصحية، فإن الأمراض الشيخوخة تعتبر أكثر خطورة لضعف مقاومة الجسم لدى المسن طبعا وشدة تأثيره وضعفه، مما يقلل فرص إجراء جراحات ضرورية لصحته. كما أن ضعف الجسم عموما يظهر لديه أمراضا ومشكلات جسدية مثل أمراض القلب والشرايين وهشاشة العظام والكسور والأمراض الجلدية أيضا والحسية وغيرها. قد يظهر أيضا لدى المريض توهم بالأمراض وتركيز زائد على الصحة، حيث ينظر للعار يعني ينظر بشكل عام أنه هو مريض وهو عكس المرض، هو مرض نفسي. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.